معنا على الهاتف العقيد متقاعد فهد الشليمي وهو خبير أمني، راح نناقشه في هذا الموضوع. اللي تسمعني عقيد فهد، صبحك الله بالخير. أهلا، صبحك الله بالخير أخوي محمد. عقيد فهد، يعني اليوم شفت تويتر أنت وشفت تفاعل المغردين مع هذه القضية الغريبة العجيبة، حمولة 5 طن من الذخيرة، هل من الممكن أن تتسرب إلى عناصر تخريبية قد تكون وسيلة لعمل تخريبي، أم أنها تأتي في إطار مثلا تجارة سلاح أو ما إلى ذلك حسب ما تعتقد كخبير أمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شاكر لكم أبو محمد على التفاعل مع القضايا الحقيقة الحساسة جدا. بس خليني أنا قبل أبي أعلق تعليق بسيط على الأثار. سرقة ذخيرة من وزارة الداخلية التي هي المفروض تكون مكلفة بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، هذا له تأثيرات مش بس على المستوى المحلي، أنا متأكد أنه حتى على المستوى العالمي. أنا متأكد أن معظم سفارات الدول الأجنبية والغربية كتبت في تقاريرها أن هناك سرقة من وزارة الداخلية تقدر، طبعا أكو أرقام تقول 20,000 أو 30,000 طلقة، لكن المهم أن وزارة الداخلية المكلفة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين تعرضت للسرقة. فبالتالي هذا احد التقارير اللي متاكد راح تكتبها كل السفارات الاجنبيه في تقريرها الاسبوعي لوزاره الخارجيه المختلفه، لوزارات الخارجيه المختلفه. ايضا هذا يساهم في كل سفاره الان موجود فيها يضعون شيء اسمه التقرير الامني للبلد او يسمونه سكيورتي ريسك اسسمنت. هذا يرفع مستوى التدهور الامني في دوله الكويت، يعني يمكن الاخوان في وزاره الداخليه اذا ما يعلمون هذا الشيء. انا اعمل في هذا المجال واعرف ان كل السفارات الاجنبيه وحتى بعض السفارات العربيه تعمل تقرير امني سواء كان اسبوعي او شهري. هذا يرفع مستوى التدهور الامني في دوله الكويت وسرقه ذخيره في ميدان الرمايه حتى وان كانت طلقات ذخائر وليست اسلحه. نعم. على المستوى الاقليمي انا متاكد ان كل الدوائر الامنيه في الدول المجاوره الان تنظر لهذا. انت تتكلم على مثل ما تفضل تقريركم 5 طن. نعم. الجرائد اللي عندنا في الكويت تتحدث على 50,000 طلقة ما بين عيار 9 ملي اللي هو مسدس 9 ملي أو M16 اللي هي السلاح المستخدم في وزارة الداخلية، وبعض التقارير تقول الرقم هذا أكبر من ذلك. نعم. في كل الأحيان هذا يشكل سمعة سيئة. نعم. ولطمة من الأمن الكويتي الذي يسرق في عقر داره. نعم. السمعة السيئة هو كل الله دكتور، لكن أنا عقيد فهد، لكن خلنا نتناول الجانب من جانب أمني، يعني جانب أمني ميداني. هل مثل هذه الكميات المسروقة من الذخيرة أن تشكل هاجس أمني، مثلا تستخدمها عناصر مشبوهة في عمليات تخريبية أو ما إلى ذلك؟ شوف، في شيء يسمونه مؤشرات عدم الاستقرار في الدولة. هذه فورمة معينة موجودة دائما احنا كنا نتعامل فيها. من مؤشرات عدم الاستقرار وعدم استقرار الأمن التظاهرات، الاحتضان الطائفي، سرقات الأسلحة والذخائر، عدم كشف الجرائم. هناك أكثر من 5 حسب إحصائيات وزارة الداخلية 65 جريمة تحدث في الكويت يوميا. عدم الانضباط في الشارع، عدم شعور المواطن بالأمان، الجرائم المرورية الخطيرة. أيضا هناك هذا يؤدي إلى سلبية المواطن والمسؤول، فتجد ان حتى المواطن مو فعال. قبل كنا نسمع كل مواطن خطير، الان نعم. المواطن اذا شاف جريمه وراح بلغ هو يبتلش. صحيح. اعتقد ان وزاره الداخليه عليها ان تغير النمط التقليدي والصوره التقليديه للامن في دوله الكويت. نعم. كان المفروض في هذا الموقع اول شيء ان يتم تامينه. نعم. اول شيء ان يكون هناك تامين سواء بوجود حراسه. نعم. النقطه الثانيه أن يؤمن إلكترونيا. الآن التكنولوجيا موجودة، وزارة الداخلية نعم. عندها مسرة بوضع أكثر من 7,000 كاميرا. نعم. وبدأوا يضعونها على الطرق. نعم. أنا نعم. من الأجدر والأولى أن توضع كاميرات على الأماكن الحساسة لوزارة الداخلية، منها نعم. ميدان الرماية اللي تم سرقة الأسلحة. نعم. بلا شك أن هذا يؤثر على الأمن، بلا شك أن هذا قد تستخدم هذه الأسلحة مجالات عديدة. نعم. البعض يقول لك والله قد تباع هذه الذخائر، البعض يقول قد تنتقل إلى دول مجاورة، البعض يقول قد تنتقل إلى سوريا، البعض يقول قد تنتقل إلى دول أخرى. في كل الأحوال نقل ذخيرة من نعم. دولة إلى دولة أو سرقة ذخيرة نعم. من مكان أمني إلى مكان آخر نعم. غير أمني، هذا انتهاك خطير للأمن الداخلي الكويتي. نعم. يتحمل مسؤوليته. نعم. وزير الداخلية يتحمل نعم. مسؤوليته. نعم. وكيل وزارة الداخلية يتحمل مسؤوليته. الضباط الداخلية اللي احنا قبل شاهدنا نعم. وانا كنت ضابط سابق نعم.
قادة الداخلية يفترون على المخافر، نعم، يفترون على النقاب، نعم. الآن يعني مع احترام الشديد، نعم، لبعض ضباط الداخلية، وإن كان هناك بعض الضباط النشيطين، نعم، نعم، لو إبراهيم ومع زملاء كثيرين، نعم، لكن على المفروض أنه على ضابط الداخلية وعلى المسؤول أنه، نعم، يفتر يشوف الأماكن، يمر على المخافر لما يمر، نعم، على الجولة الميدانية يشوف النقب يسمع شكاوى المواطنين، بالتالي أعتقد أن هناك يعني وصلت الفكرة. عقيد فهد الشليمي خبير أمني عقيد متقاعد، شكرا لك، وحنا نقول شر البلية ما يضحك أمانة. يعني وزارة الداخلية المسؤولة عن منع السرقات تسرق في عقر دارها، يعني لا تعليق.